هنا كما كتشوفوا انا بالنسبه لي هانتوما باش قلت لكم انا نخليكم تشوفوا معايا الخياطه باش تفهموا حتى واحد المشكل انني صادفته في هذه المخده هذه. يعني هو ماشي مشكل يعني اي واحد يمكن يصادفه، واني حنا باش نتفاداو باش ما نقطعوهاش، يعني الا بغينا نجيبوا الورده مقاده من هنا، يعني فاش نقبطوا الخياطه من هنا غتجينا. والورده عندي كبيره بزاف، انا شنو بغيت ندير؟ انا عندي الغرض هي بمتر و20، يعني من هنا لهنا عندي الغرض تكون غير 60 سنتيم، هي اللي بغيت تقريبا، بغيت بحال هكا، بغيت 60 ديال السنتيم هي اللي تكون هنايا في هذا المكان هذا. شنو غادي ندير؟ هانتوما عندي هي هذه الباندا، بسم الله. عندي اول حاجه غادي ننتبه للماء، الماء يكون هابط من غنبدا، يعني خصني الوجه اللي مزيان. انا باغي غادي يجيني وجه مزيان، وجه غتجي فيه الورده شويه هابطه، يعني ما عيباش، ولاني راه تشاورت مع مواليها وتوريتهم شنو كاين، قلت لهم شنو غادي يكون، يعني ما تنقبضش نخدم حتى كنفهم لهم، وداك الشيء عاد تنخدم باش ماشي حتى اللي عاد نقول لهم حقا جاتكم. هانتوما كنتبه الماء يكون هابط، لان المخده اللي كانت واقفه والماء هابط كتعطي البريو وكتعطي حتى الزينه هاد المخده، يعني الماء يكون هابط. منها غادي نبدا بهذه الطريقه هذه، وهذا حتى هو انتبه له الماء يكون هابط، يعني ها هو الماء هابط، الماء هابط يعني نفس الخدمه. بسم الله، ونخدم على راسي. هنا قلت لكم بانني دابا هنا واكل انا 3 سنتيم، الا جينا المجموع واكل سنتيم ونص من هذا، واكل سنتيم ونص من هذا، بجوجهم واكل منهم سنتيم ونص بهذه الطريقه هذه. بسم الله، هنا غنجمع على الطراف ديالي. يعني ها انتما شوف شحال بقى لي هنا، بقى لي هذا زايد، واني العبار انا مضطر باش ندير هذا الشيء باش نحدد العبار، لان الا جيت نقادهم غتجيني هذه الورده هابطه، وانا خصني ورده تجيني مزيانه مقاده. نفس العمليه غنديرها حتى مع الطرف هذا، ننتبه حتى هو الماء ديالو بهذه الطريقه هذه. تنجمع الطرف ديالي نيشان وغادي معاه. هنا شرفت على الانتهاء نفس الطريقه ديالو هو هذا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجي نركب السفيفه ديالي اللي انا عندي، اللي هي على هذا الشكل هذا. هذه خدمتها كوموند على حساب هذه المخده هذه. انا فاش نجي نخدمها تنحل هادو، يعني هادو بجوج تنحلهم في الوسط كما كتشوفوا هكا، تنفرزهم وتنبدا يدي كتحسس من التحت وتنخدم عادي، ما كاينش شي حاجه صعيبه. دائما تنتبه ويدي كتقبط. هذه ما كنجرهاش وما كنشربهاش، غير كنحطها عاد، حيت ما كنخيطوش. الشراب هذا، الشراب هذا فين تيكون اللي تيخدم هكا، اللي تيخيطو الجلالب ولا تيخيطو القفاطن، حنا بالنسبه لنا عادي المخدره توب ومواقف ومزيان. يعني عندنا غرض غير نحطها غير هكا، يعني تنحط وتنثبتها بيدي باش ما تهربليش لهاد الجنب، لان هاد المبره صعيبه شويه في الخدمه ديالها.
تندور باش نرجع. انا تنخيط وانا كنتحسس بيدي بان هذا الثوب هذا راه محلول من هنا، يعني محلول هكا يبقى محلول باش تشبط معاه باش ما يهربلكش، يعني خدام وكنتابع. كما دوز ها نتوما الى لاحظتوا معايا، كما دوز هذا الطرف هذا ندوز الثاني ونوريكم كيفاش جمعتها. انا كما تشوفوا غادي نجي نركب السلسله، ضروري غادي نبدل الصباط. انا بالنسبه لي تنخدم بهذا مزيان، ما نحتاجش نحيدو لان تيسهل السلسله، وكاين هذا نصف الصباط اللي تركبوا به السلسله. انا فضلت هذا باش نخيط به يساعدني حتى في الخياطه، هذا تيدير لي شويه تعرقيه في الخدمه باش ما نضربش الشمال، يعني نخيط نركب بهذا السلسله ونجمع به المخده ما عنديش مشكل به، غادي نركب السلسله يعني هذا ولا هذا كيف كيف ما كاينش المشكل بيناتهم. غير تنوريكم وصافي. هنا غادي نجي نقبض السلسله ديالي، ها نتوما بالنسبه لي انا دابا شنو ندير، تنحاول نسهل لكم الخدمه، ماشي انني انا خدمتي راه فاش كنجي كنجمع ونهبط بخياطتي كامله ونجمع، لا انا غير كنوريكم باش تفهموا الفكره، وديك الساعه فاش تطوروا خدمتكم وتفنوا ديك الساعه ديروا الطريقه اللي تعجبكم. انا دابا غير تنوريكم هنا باش تفهموا الفكره ديالي، باش نسهل عليكم الامور، لان كاين الناس اللي ربما الفهم ديالهم على قدهم، ما عندهمش درايه في الخياطه بزاف، وتيقول لي راه ما فهمناش، يعني كثير الناس راه كاين الناس اللي ما تيفهموش، يعني ماشي انا واحد خياط راه تيفهم كلشي كيفهم. انا بالنسبه لي كما قلت لكم راه ما احتاجش انني نجي لهنا، راه امكاني غير نسد من هنا ونهبط في مره. دابا انا تندير هكا غير باش يفهم كلشي، يعني كلشي يكون عنده الفكره باش يفهم الفكره ديالو. تركب السلسله ديالي اللي هي هذه، طريقه السلسله راه غتلقاوها في الوصف، يعني كيفاش تنديروا ركبوا السناتل، راه درت درس شامل عليها، وكونوا متاكدين بانكم راه غتستافدوا منها. هضرت على جميع الاثواب اللي الثوب اللي كيتجبد، والثوب العادي، والثوب يعني كلشي. هنا فاش توصل لهاد البلاصه الغلط هادي راه ما تنساش، راه موبرا غليظه وفيها هاد المرمه يعني زايده، هادي مغلضاها يعني راه بزاف. مين كنوصل لهاد البلاصه هادي تنحاول نمشي شويه باش ما تهرسليش الابره، ونحاول حتى على الماكينه ديالي هنا. الى لاحظتوا ها نتوما شوفوا الحاجه ديال الثوب جاني كثير هنا، وهذا هو الزياده اللي كنت خليت. انا دابا متبع غير القياس ديالي، يعني ما يهمنيش هذا الشيء اللي زايد هنا، راني مقاد المخده ديالي وعارف شنو غايجيني فيها. هي كنتاكد واش السلسله هي هذيك صافي، وتنقبض عباري. هنا بشويه لان كاين الغلط هنا ها نتوما،
الا كانت جاتكم غليظه دوز غير بيديك يعني دور غير بيديك حتى تفوتها، ما تستعملش الاكسيراتور باش ما تطرطقش الليبرات تهرس لك. والماكينه ديال يتقاس الكروشي ديالك هنا ثالثه انتهيت. دابا شنو يبقى لي انتم؟ دابا انا عارف راسي شحال غنشد، ولكن واخا هكذاك غادي غير نتاكد بالنسبه لكم باش تعرفوا انا راه مخيط المخاد وعارف قياسي، يعني راه غادي من قياسي شنو كندير، تنتاكد من العبار واش هو هذاك قبل ما نسد، نشوف راسي شحال غنشد في الخياطه. يعني انا غنعطيك طريقه ديال المبتدئين. عندي هنا ها انتم خرجت لي هنا متر و5 ديال السنتيم، يعني غنقبط 2.5 ديال السنتيم. انا اللي خرجت لي هنا هاي 2.5 ديال السنتيم غنقبطها بهذه العبار هي هذه، باش تبقى لي متر ديالي ديال المخده اللي انا باغي حر. من بعد صافي كتعرف قياسك، كتمشي عليه نيشان، ما كتبقاش عاد هز الهم ولا صافي كنشد عباري. صافي راني متاكد عارف شنو كندير. كنعاود ندير الخياطه الثانيه باش ما يطرطقش، باش يعني كحمايه وصافي تحتيه. نفس الطريقه حتى هنا 2.5 ديال السنتيم. هنا انتهينا منها، غادي نقلب المخدة ديالي. هنا هانتوما شوفوا معايا باش تفهموا، هنا هاد الوردة هادي المخدة ديالي هي هادي بالبارشواك ديالها، عجاتنا المسافة من هنا مزيانة. بالنسبة للمخدة كبيرة راه هي هادي باش يلاه يجي باين هاد الجناب، لأن المخدة كبيرة باش يلاه يجي باينين هاد الجناب مع العرض هنا. هانتوما لاحظتوا معايا، شوفوا هنا هاد الوجه هذا كي جات فيه الوردة، جات فيه الوردة هابطة شوية، يعني هاد الوردة هادي هانتوما شوفوا واش تبان لكم مزيان، هاكا تبان لكم ربما مزيان. نشوف هانتوما لاحظتوا جات الوردة هابطة، هانتوما أنا نكحز لهنا شوفوا شتو هادي المسافة، وين إلا مشينا شلنا الوجه الثاني، الوجه الثاني شوفوا الوردة كي دايرة، الوردة مزيانة، وشوفوا لتحت يعني حتى هنا مزيانة. حنا عندنا الغرض بهاد الوجه هذا يبان مزيان، هذا هو اللي كاين. المخدة هاهي كما كتشوفوا هنا مطلوقة، خدمتها قدامكم، خيتها قدامكم، يعني ما كاينش شي حاجة اللي هي غنكذب عليكم ولا غادي نخبي شي حاجة. تبارك الله جات رائعة، ومازال ان شاء الله تفرشها مولاتها حتى هي وغتبان ان شاء الله في الشكل ديالها المزيان. بينا هذا البارشواك، هذا البارشواك ننصحكم يعني المينيموم تبقى حره بلا حتى شي حاجه، يعني على الاقل الا كان فيها 80، الا كان فيها 80 على الاقل تبقى فيها 18 سنتيم، على الاقل 18 سنتيم، يعني على الاقل تبقى فيها 18، هذه المينيموم، واني بشرط تكون فيها 80 يعني تبقى فيها 18 سنتيم. هذا القياس هذا، وين الا كانت فيها 80 ولا 90 ولا 90 سنتيم. بالنسبه للمتر من الاحسن تكون 20 سنتيم باش تجي باينه، وتجي حتى المخده عطيها الزينه ديالها ويجي هذا باين. المهم الا كان الدرس يستاهل ما تنساوش لايك، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس. ومازال ان شاء الله يكون جديد،
والسلام عليكم ورحمة الله.